وبدنا نحكي عن العطلة الانتصافية يلي خلصت وبكرة بترجع المدارس. يمكن هاي الفترة كانت فترة الراحة والنشاطات بالنسبة لأطفالنا، بس هذا الشيء أكيد لجانب بعض المراجعات الخفيفة للأساسيات يلي تعلموها الأطفال خلال الفصل الأول، لابد اليوم يا رشا يكون في استعداد نفسي وجسدي من قبل الأطفال للفصل الجديد. استعداد نفسي من قبل الأهالي هي أول شيء. اليوم مبسوطة برجعة المدارس هايدي. أكيد يعني هاي العطلة كانت بريك للطلاب وللأهالي، وهذا الشيء أكيد هذا البريك ما بيمنع أنه روح أيضا لتنظيم الوقت اللي جدا هو مهم عند الأطفال. أكيد نحن اليوم بهي العطلة في قصص كتير نحن مشتغل عليها بتساعد ببناء شخصية الأطفال، بتزيد مهاراتهم. رح نضوي على هذا الموضوع ونحكي بتفاصيله أكثر مع ضيفتنا لليوم، وهي الأخصائية التربوية وماجستير حماية الأسرة أماني الحلو. يسعد صباحك ست أماني. يسعد صباحك. أهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. يعني مثل ما ذكرنا انتهت العطلة، ويمكن كثير من الأهالي اليوم بيلاقوا صعوبة كيف يهيئوا أطفالهم اليوم للنظام الدراسي. خلينا نوضح ونعطي بداية نصائح لكل الأهالي اللي عم يتابعونا، كيف بلش أنا هيئ طفلي لنظام الدراسة؟ تمام. هلا بداية عودة موفقة للجميع، وإن شاء الله تكون العطلة مرت بصحة واجتهاد لجميع طلابنا. ما فينا ننكر إنه في عنا مشاعر اختلاط ومزيج بين مشاعر الخوف والقلق، بين الجد والاجتهاد، بين السعادة للالتقاء بالأصدقاء. في نفس الوقت كمان في عنا حماس قديش الطلاب مشتاقين يلتقوا بالأصحاب بالأصدقاء بالمعلمين. تمام. هلأ كمان أنه كيف ممكن نلتقي كمان بالأصدقاء بالمدرسة، كيف ممكن بنفس الوقت يمكن هاي القصة بتعطيهم تحفيز انه انا بدي في الصبح وبدي اروح وبدي اشوف. تمام. هاي القصة كثير اللي بيعاني منها الطلاب، كيف بيتحول الطالب. تمام. هلا كيف هلا هون في عم بيتحول الطالب بهالفترة من فترة انه شخص نشيط لشخص كسول، بفيق بكير بيتحول لشخص كسول. هون طبعا في عنا عدة امور بدنا نحاول، في عنا عدة امور وعدة برمجة بدنا نحاول نظبطها. اكيد في عنا عدة استراتيجيات. اكيد يعني اليوم هي معاناة الكل، يعني احنا اول حدا يعني اليوم مثل ما قلتي فرق وقت النوم صار خربط، اليوم احنا بحاجة نبلش يمكن قبل بيومين او ثلاثة. اكيد نرجع. هلا هو يوم دراسي وحيفصلنا عن دراسة، اكيد احنا لازم نبلش من اليوم بمعاناة الاهل. عدة امور هلا تنظيم اوقات النوم. هلا هي النقطة الأولى واللي بيعاني منها الأهالي صراحة، نقطة صعبة، تنظيم أوقات النوم، ترك السهر، تعويدهم على النوم المبكر، تعويداً على روتين معين. مو بس هيك، كمان بدنا نحاول تنظيم أوقات النوم، تنظيم أوقات تناول الطعام ونوعية تناول الطعام. هلا خلال العطلة صار في عنا خروج مع الأصحاب، تناول وجبات السريعة كذا، هلا هون بدنا نحاول نستبدلها بالتناول الفواكه، الخضروات، المكسرات، الشوكولاتة السوداء، هي اللي بتحاول تزيد من ذكاء الطفل وبتنمي ذكاء الطفل. صحيح. كمان بدنا نحاول نتخلص من العادات السيئة يلي هي التخفيف من الاستخدام الأجهزة الموبايل. هلا ما فينا ننكر أن الشريحة الكبرى من الأطفال والمراهقين صار قضاء معظم وقتهم بالسمارت فون، بالأجهزة، بالجوال. يعني أكيد هلا هون بدنا نحاول نتبع معهم استراتيجية التخفيف، وأكيد التخفيف حيكون بشكل تدريجي، ما حيكون بشكل مفاجئ. أكيد لما حنتبع معهم هذا الشيء بشكل مفاجئ حيعطي ردة فعل عكسي، بس ومو بس كمان الإقبال عليها بشغف أكبر. كمان هون في عنا كمان الاستعداد الذهني، تصفح الكتب، القراءة، المجلات. وأنا أفضل كمان خلال فترة الإجازة إنه ما نترك الدروس التقوية، المراجعات، خصوصا للطلاب الشهادات الإعدادية والثانوية. صحيح. كمان تنظيم مساحة الدراسة من لوازم وكتب ودفاتر، هذا الشيء أكيد يعني بيعطي تحفيز نفسي للطالب بالعمل بجد ونشاط. أكيد يعني أستاذة أماني خلال حديثك ذكرتي نقطة أنه اليوم بوقتنا للأسف عم بيكون في إدمان كتير كبير. أكيد من الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي. طب اليوم كيف نحن ممكن نستبدل هي العادات السيئة إذا فينا نقول بأنشطة مفيدة للطلاب؟ تمام. هلأ خلينا بس نعرف الشكل السريع على الإدمان. هلأ الإدمان هو إدمان سلوكي أو اضطراب مرضي، هو من الاستسلام لعادة سيئة أو الاستهلاك المفرط لأي عادة. حقيقة هو أكثر الفئات العرضة للإدمان الإنترنت هم الأطفال المراهقين، وأنا دائما بركز عليهم الشريحة يلي بتجذبهم الألعاب الإلكترونية العنيفة، وبأخص العنيفة يلي كل ما كانت أكثر تشويق كل ما أحب الأطفال والمراهق، وكل ما كانت مدمرة للدماغ. هلا كيف من اللي احنا متبع معهم استراتيجية التخفيف، هلا ببدء العام الدراسي استراتيجية التخفيف من الإدمان الإنترنت.
هلا النقطة الأولى والنقطة كثير مهمة إنه نعترف في عنا مشكلة، وحجم المشكلة هي أولى مراحل من مراحل العلاج. إنه أعمل كنترول عن نفسي، أنا أتحكم بالسمارت فون ما هو يتحكم فيني، هي النقطة الأولى. النقطة الثانية كثير مهمة إنه نلاقي إدمان بديل للطفل أو المراهق، كل طفل أو مراهق حسب ميوله، سواء بالرسم، الموسيقى، تعلم لغة، الخروج مع الأصدقاء، تعلم مهارة، تصفح الكتب. في عنا تحديد الوقت كمان، كتير مهم تحديد الوقت. المعروف أكثر من 6 ساعات لحنا باليوم يعتبر إدمان الطفل أو المراهق لإدمان الإنترنت. في كمان بدي أذكر نقطة، الطفل اللي عمره أقل من 2 سنين أكيد يمنع من عمباتا استخدام الجوال بكافة أنواعه. هون الطفل في عنا بينمو الدماغ بسرعة وتيرة، بيصير عنده تأخر بالنطق، تأخر باللغة، خمول بوظائف الدماغ، وبالتالي صعوبات التعلم يلي صرنا نشوف المدارس كتير عم تعاني من طلاب كتير من صعوبات التعلم، وهذا أحد سبب من الأسباب. بقى كتير هلا إنه بدنا نتبع معهم استراتيجية التخفيف مثل ما حكينا، ما فينا بشكل مفاجئ حتى ما يقبلوا عليه بشغف أكبر. هون الحزم مطلوب أكيد بهذا الموضوع. هون شو بقصد بالحزم؟ أنا أكيد ما بقصد الضرب أو الصراخ، لا، ممكن هلا يكون على شكل اتفاق بين الأم وطفلها، توضح له أضرار الإدمان الإنترنت، تحاول تملأ فراغه بوقت شيء بديل. تمام. طيب اليوم نحن بلشنا بالنصف الثاني من العام الدراسي، ومثل ما قلت اليوم الشهادات انهم بحاجة لكل دقيقة، وبتحسي عم بيركضوا وبيضل بيقولوا لك انه ما لنا عم نلحق. هاي القصة بحاجة لتنظيم اكثر، ان كان بالوقت، ان كان بالنوم، ان كان بالغذاء. اليوم نحن كيف قادرين ننظم لهذا الطالب وقته كرمال يعطي نتائج افضل؟ تمام، كثير حلو. هلا تحديد الاهداف نقطة كثير مهمة، وهي اول نقطة. نحن بدنا نحدد هدف، انه انا عندها هدف معين بدي وصل له، بدي اسعى له، في عندي استدراك النقص بماده معينه، بدي احسن مستواي بماده معينه. النقطه الثانيه تحديد المهام. هلا في عنا الجداول، المهام الاسبوعيه، اليوميه، الشهريه، بدي احدد شو هو المهم وشو هو الاهم وشو هو الاقل اهميه. بدي احدد كمان وضع جداول دراسيه مسبقه، وهي الجداول ما تكون وهميه، حقيقه تكون حقيقه وقابله للتنفيذ. يعني تتضمن الجداول انه تنظيم اوقات الدراسه، تنظيم الوقت واستثماري بشكل الامثل بعيدا عن اي تشتتات، بعيدا عن الموبايل، الخروج مع الاصدقاء. بدي احاول اوجد اوقات للراحه، اوقات للمراجعه، تعلم لغه، تعلم المهاره. في عنا كمان شغله اكيد للتراكمات. هلا التراكمات الدراسيه هي بدايه، خلينا نقول في بدايه فشل، هي بدايه الاحباط. ليش في طلاب بيخلوا هاي التراكم بحياتهم؟ يلا هذا الشيء بيعمل لهم يمكن احباط نفسي. لا، هون لا، كثير انه مهم متابعه الدروس بشكل يومي. احنا اكيد لهذا الشيء رح يكون من ضمن الجدول مثل ما حكيت، انه يكون قابل للتنفيذ. في عنا منا كمان حكينا وضع الخطط الجداول المدرسيه، التحفيز النفسي. هلا الإصرار، الجدية على الدراسة، هلا الإصرار الذاتي عند الطالب هي أحد المعجزات الدراسية يلي فعلا بتدفعه للدراسة. هلا قديش في طلاب فقدوا الشغف خلال عطلة الدراسة، هذا الشيء ممكن يعطيني أنا هون عم هكون عم حفز نفسي بنفسي. وما بننفي كمان دور الآباء بوضع الخطط، مشاركتهم بوضع الخطط بالدراسة، وكمان شحنهم بالطاقة الإيجابية اللازمة. هي نقطة كمان ما بدنا ننفي. هلا غير طلاب الشهادات بدنا نحكي كمان ما فينا ننفي دور الأم مع الطفل. هون كمان الطفل فيه له معاملة خاصة بالحديث مع الطفل. بدنا نحط هدف مع الطفل، إنه ماما نحن لازم نسعى، في عنا هدف وبدنا نتعب ونسهر حتى نصل لهدف معين. كمان هذا بمثابة تحفيز نفسي للعودة للجد النشاط. بدنا نعمل له أجواء حماسية، بدنا نعمل له التشجيع، بدنا نوضح له إن المدرسة هي الأولوية بحياتنا. هي كلياتها انطباع حسن بتعطي للطفل عن المدرسة. تمام، ويمكن حكينا كثير عن دور الأهالي، خلينا نحكي كمان اليوم المدرسة هي البيت الثاني للطلاب. كيف ممكن المدرسين اليوم الموجودين يساعدوا هدول الطلاب بتنظيم أوقاتهم؟ تمام، هلا تنمية مهارات الطلاب من خلال تنظيم الوقت، كيف يعني؟ هلا ممكن هون ندخل بتحديد الأولويات مثل ما حكينا، شو هو المهم، شو هو الأهم. هذا الشيء رح يكون من ضمن المهام بالورقة والقلم. هلا أكيد ما فينا نعتمد على الذاكرة، هي الذاكرة دائما مدخون، نحن بدنا نكتب على المفكرة أو الورقة والقلم شو المهم وشو هو الأهم. تحديد الأولويات، تحديد المهام، بماذا أبدأ؟ أنا عندي تقصير بمادة معينة وكيف بدي أبدأ؟ أنا عندي تقصير مثلا هون بدي أدارك النقص، بدي أحسن مستواي بمادة معينة. في عنا مهارة التخطيط يلي من هي من أهم المهارات الموجودة بتخطيط الوقت، هي مهارة التخطيط، إني حط خطة والتزم فيها،
تمام. هلا حقيقه الانتقال الطفل او الطالب من المدرسه من البيت الى المدرسه من اهم المهارات الحياتيه العمليه التربويه بشكل عام وحياته بشكل خاص. وهذه المهارات هي الهدف الوصول احدى هذه المهارات هي خلق انسان سليم، خلق طالب سليم نفسيا اجتماعيا تربويا. وهذا الهدف اكيد ما راح يتحقق الا من خلال التعليم. ولو وقت عم نحكي عن دور الاهالي، بعض الهفوات ممكن هيك الام او الاب يعني يخلينا نقول ينسوا اليوم، ما في اهالي بيضروا اولادهم عن قصد، يعني اليوم ضغوط الحياه اخذت الاباء والامهات خارج المنزل اكيد كمان، يعني اليوم كيف بدهم يقدروا ينسقوا هذا الضغط الخارجي والداخلي؟ شو اهم الخطوات اللي ممكن يبعدوا عنها السلبيه؟ هلا اكيد في بده يكون في تواصل مفتوح بين الاهل وبين ساعات التواصل بده يكون متعودين عليه من الصغار، صح؟ هذا الحوار، صح. وبدهم يشاركوا الخطط. هلا نحن حكينا انه في بدهم يضعوا خطط استراتيجيه للبقيه السنه، هون بده يشاركوا الاباء، ما فينا ننكن دورهم بوضع الخطط الاستراتيجيه، تحديد المهام، تحديد الاولويات، تشجيعهم، شحنهم بالطاقه الايجابيه. اكيد هون لا الاباء لهم دور ودور كثير رئيسي. تمام استاذه اماني، مع بدايه الفصل الجديد شو في امور هيك نضوي عليها اكثر لجانب تنظيم الوقت عند الاطفال؟ في شيء تفاصيل بتحبي تضيفيها؟ هلا كمان في شغله كمان بالناحيه الاجهزه الذكيه والموبايل. هلا كمان الطفل خدمته الاجهزه الذكيه، خدمه الطفل بعمليه التعليم بتطوير المهارات، بتطوير اللغه، بتطوير النطق. هلا امتى بيكون الجهاز هو مفيد لابنائنا؟ لما هلا الجهاز هو عباره عن وسيله، كيف نتعامل مع الوسيله، كيف نتعامل مع محتوى صحيح. هذه الوسيله، كيف مدى تعلقنا بهذه الوسيله؟ اذا قدرنا نسيطر على هذه الوسيله ونوظفها توظيف جيد فحتما حيكون الجهاز مفيد لابنائنا. متى يكون الجهاز هو مفيد لابنائنا؟ لما نحن بنستخدمه بشكل جيد، في عندنا مهاره، في عندنا شطرنج، في عندنا حل الالغاز، في عندنا هي كلها هي شغلات هي بتساعد الطالب على الذاكره، تحفيز الذكاء وتنميه الذكاء وبتزيد ذكاء عند الطفل. ولكن بس مع تحديد عمر الساعات، تحديد ساعات معينه عند الطفل، وده يكون في رقابه بهذا الموضوع، والام اكيد حتكون هي الضابطه بهذا الموضوع. الام المشكله على جميع الجبهات طبعا يعني. باعتبار الام هي الراعية والوعية ودائما هي الموجودة مع طفلها، لذلك كثير مهم انه تختار هي محتوى الالعاب عند الطفل. ان شاء الله هيك تمر هاي السنة خفيفة على الجميع وهيك بتوفيق لطلابنا. شكرا لحضورك لليوم ولكل المعلومات اللي ذكرتيها. ان شاء الله دائما اليوم بجوز اليوم الكلمة العامة حنسمعها ناموا وعدكم مدرسة بكره، اليوم أكيد في معنا طبعا هي اكثر مما هي. وبتمنى كمان انه يكون في تواصل بشكل مستمر بين الاهالي، الاباء، الامهات، الاولياء الامور مع الأطر التعليمية داخل المدرسة حتى نقدر نشوف الصعوبات اللي بتواجهها الطلاب، يعني يكون في حلقة كاملة بين الأهالي وبين هي. شغلة تانية أنه بدنا نقدر خلال المدرسة اللي احنا كتير النقطة مهمة أن نراعي الفروق الفردية. أكيد احنا معروف كل طالب عنده فروق فردية، عنده قدرات معينة، كل طالب عنده ميول، كل طالب عنده قدرات. بقى بتمنى أنه مراعاة هذه الفروق الفردية، ممكن يكون الطالب هلا عنده ناجح بمادة معينة، طالب عند آخر هي سنة لكم بالنهاية فروق صحيح. الفردية. بتمنى هون يكون في مراعاة الفروق الفردية. أكيد بالختام بدنا نشكرك كثير اختصاصية صحيح. التربوية وماجستير حماية الأسرة أماني الحلو، أهلا وسهلا فيك ويعطيك ألف عافية وبالتوفيق لكل الطلاب. شكرا لك وأهلا وسهلا فيك عن جديد.